سائل يقول: ما توجيهكم في شخص يشكك في صحيح البخاري؟ ايش؟ يشكك في صحيح البخاري. أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري، فلا يشكك فيه إلا إما جاهل وإما منحرف والعياذ بالله. نعم. ومثل السؤال يقول: كيف هذا الحديث كثرتها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة قصيرة؟ ما هو مثلك، النبي صلى الله عليه وسلم بورك له في عمره وفي عمله وفي دعوته، بورك له في ذلك. نعم.